دوبل كليك. كل عادة تبرتجي وتحطوا جيم ولا تبلوكي والشخص اللي هبط الستاتيو هذا. نبدأوا باللولانية اليوم عنيش تيم معك متفرقات. نعم أحسن دعفور. دونك قالك سألتني ذات يوم ما أجمل ما قرأت في حياتك، فقلت لها فيرمون ريسو. فيرمون ريسو برجولي جادو خيف ما فهميش حاجة فرح أكثر، ميساج فرح أكثر من فيرمون برجولي. إن شاء الله يسمعونا. أي تبارتاجي نحط جيم احسن حاجه تسمعها في حياتك هو فيرمون ريسو والاخر قالك تلمون فيلس وكذا قالك فريمون اقرا فيرمون في ناس فلوس تحيي النفوس ريم اي نحط هذوك مش هذيك خاطر يدقوا على بعضهم واحنا نحسبهم يدعيوا فما الايموجي نتاع الدعاء اللي هو هكا انا نحب نحس انا ماستي هذيك نتاع شكرا صحيت اما هما يقصدوا بها هاي فايف نعرف شبينا هكا ولينا شبينا هكا ولينا نفرحنا كان الفلوس وين العاطفه وين الاحاسيس الفلوس وسخ الدنيا راه والدنيا فهموت شتني يا جعفة عشت معنا متطوع في ديوانتي اوكي اوكي على رحمه الوالد ليه فيرمون ريسو تيسير والله يسمع بالحق معناتها انا ما نبارتاجيش خاطر حاجات شخصيه فهمت بار كونتر كيفاش قلتها انت وزيد القصه نتاع الشعار الجديده خاطر يزنكم تعرفوا عبد تكون حطوا رباب جروح تصور ما تهزت ليه خويا ميساج واتساب غسو لو زين بيجي حذينا يلا نمشي لحاجه وسط ما يلا نمشي لحاجه اخرى كالعاده مشينا هكا والان امشي وحدتي اما ليه هذي بالحق تفكروا اغرب الحاجات اللي قالوهم لكم جماعه التنميه البشريه ولا سمعتهم جعفور قالك اذا طحت في الدروج قول ما شاء الله بطفيسع خليك ديما متفائل تنميه بشريه وكذا بارتاجيها نو لا انا هذه اللي بارتاجيهاش خاطر صارت لي انا مره في المسرح في كارتاج طحت في دروج اول عرض في حياتي في كارتاج دخلت فهمني ولا بالليموسيون وثم السرد ثم السرد ندوه اللوطة ودخلت وصباتي زلك ودخلت تقول ويني كارتاج جبق انا مستني كنكمل لك الجمله وتعدى العرض وكذا وجاني واحد قال لي خويا الله وحدك اقسم بالله كاني زلقت بالحق قال لي مش عادي قال لي راني قلت لهم مش عادي كيفاش عملتها كانك تحط وكذا وانا جنبي وقت شاد جنبي وخطريت جزء من العرض دونك لا نبارتاجي انا اخي بتيحه تحته اخي بتيحه تحته باش نقابل طفله ماشي انا في الماده وهي جايه في الماده تغزر لي قالت لي احمد قلت لها احمد باف وتحت لا 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 كي تحت قمت وعملت روحي ما تحت سيف سنو وين نمشيو عرفتك على طول اي سقوط سنو وين نمشيو اي برا هي تصرحوا تخيل لو تحت قدرتها في نطاق التنمية شو اسمها التنمية البشرية التنمية البشرية اوكي والله انت انسان ياسر معناتها محظوظ نجم ريت تيح اللي تحت في كارتاج زلقت في السرد تصور شكون زلق في السرد في كارتاج شارل ازنافور انا حاضر والدنيا بالسرب الندوه وقتها سختناش زاد ويعمل هكا وتنرفز شويه رحم على بوين بالضبط عمل هكا زلق زلق دونك خذ هذه بون كودي هو قال لها شنيا ازنافور شنيا جعفور معناتها انا على الاخر يحكيوا على الزلقه يقولوا ازنافور وجعفور وقت المره الوحيده قال برافو تيسير وقت المره الوحيده قال بوام وطاح جيتش يقول لابوين لابوين وطاحك وبعد كي قام سيبون تحية جرز لابو باهي زينب مازالت ما جاوبتش الله يرحمه لا خويا ما نبارتاجيش انا وبلوس الزلقات ما يضحكونيش فما ريت فما فازة ديما تصير كي واحد يزلق العباد كلها تضحك روح نضحك والله لا يضحكوني ورحمة امي اكثر حاجة تضحكني واحد يزلق قدامي انا ما تضحكنيش جملة انا مرة ريت واحد خويا كادر رد بالك كادر يقول لك كيفاش زلق خويا فهمني ولا راهو مشهد فهمتني وكيفاش كان يحكي صوته خشين طبعا مرحبا بكم فهمت وشرفت اوبا عمي زلق قدامي مره عمره 85 سنه الله يرحمه وينعمه هو مات بالتيحه هذيك اما شو اي ما عملته تضرريز هكا شاشة عظام فهمت اما قعدت نضحك ندور نضحك عمي في العيد الكبير قال لك بدك تاعك الله يرحمه قعدنا نهضر برشا امي والله الزلق ميتي عملت له بن في راسه وقتها يمكن توفى بعد 3 ايام بالضبط قالوا لنا نزيف الله يرحمه عمي انا نحب برشا والله نقعد بيت فيك والله توا البلاصه اللي طاح فيها حتى فيها نوار ضحك تطيح فيه شماته شويه ولا كيفاش انا والله من تو ما فهمت الحكايه هذي انا عندي مرتي وين ترى واحد طايح تقوم تضحك على الاخر تشد شروحها ومره امها طاحت في مكازان راهو ما سيكراف
في عود تهز كي تضحك راهي تضحك تولي تضحك وتزيد تحمى مشينا مشينا بلجيكا الله يرحمه السعد زيداني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه عمل زلقه اصطناعيه جا وسط النافوره وعمل زلقه اصطناعيه نصور ويصور فيه وقت الكادرور فهمني ولا فهمني يصور فيه وسط النافوره اخي عمل زلقه اصطناعيه باش يدخل بها للتيم باش يحكي على التيم وزلق وجا في النافوره وترنخ وكذا اما هو خدم هو صنع الزلقه هذيك فهمني هكا هو روحنا بعد ما صورنا وكذا فهمتي جينا نمنتيو في العشيه معنا صديقنا الكادرور كذا جا السعدي الله يرحمه قال له اسمعني وريني الخدمه وكذا قال له فهمتك جيتني على حكايه الزلقه ما تحبش تتعدى علينا حيطه شي حيطه قال فهمتي اللي هو باني عليه احلامه الكل قال له انا حيطه فسخت الجمله من ديسك دير ما تحبوش الفضايح انا نحيط تركوا شي في الماء وتفكرش اغرب خاصه انت جعفر اغرب حاجه سمعتها نتاع تنميه بشريه كل الحاجات الغريبه اغرب حاجه غز روح في المرايه تخيل روح كسد لا لا اغرب حاجه شفت نتاع تغز المرايه يقول هي 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 ها 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 هو 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 هي 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 ها ها يو غاد رير لا مش لو غاد رير واحده حتى انا بعثت لك موديل واحده عرفت الباساج باقي عليه فهمني ولا وقول انا سعيد فهمتني قول انا سعيد ما ديما تقول انا سعيد فهمتني ونطول وسطوش وانا سعيد ما تجيش مش ديما انا سعيد مش حلو باهي نمشي لحاجه اخرى نكته هي لمحله بعد عندي ثلاثه ولا اربع ستاتيوات من اصدقائنا من مصر تو نقراهم حتى هما دمارهم عجيب جدا قال لك تونسي روح مع صاحبه اللبناني يا اخي كي حلت مرته الباب هكا عنقها وسلم عليها بعد جبدوا على جنب قالوا يا اخي علاش هكا عنقت مرتك غزر له اللبناني قال له يا عمي هيدي مرتي معني من الصبح ما شفتها اشتقت لها كثير روح عمك التونسي حب يقلد اللبناني حلت مرته الباب ترميها عليها وعنقها وليت تعيط وتقول شكون مات شكون مات تكلم الحقيقة معنيش شو معنيش معنيها صحيحة أنا عشت قريت لك الكتاب الكتاب لي فام فيان دو مارس فينوس فينوس لي زوم فيان دو مارس الكتاب اللي يقول لك المرأة كيفاش تخمم والراجل كيفاش تخمم احنا مختلفين مختلفين احنا انتظاراتنا مختلفة صحيت قريت الكتاب من نوع الاشياء مثلا يلزمك تفاجئ مرتك مثلا هي تلقاها تسيق وقال مثلا هات عليك ولا هات نكنس عليك ولا هات نعاون في غسيل المعون وكذا مره روحت من ولا ما في وقت تاخر من الليل شوي من الليل قلت لها هات عليك بعد المكتبه العموميه الاجابه اخويا مش شكون مات تاع شبيك لاباس تم حاجه تحب تقول لي حاجه ليه هو الحقيقه في هذه عنده الحق نسي خاطر الراجل كان يجيب كادو نهار ولا جبنا ورا لمرته سيور عامله امبوسيبل راجل قاعد كيف في تونس تحب تقول لي راجل قاعد في تونس سبت على شيء يجي على ورده لا ستوب ريلا دي قول امشي شنو هي امشي طب كان ريت راجل عاتي نوار المراه ولا عطاها كادو سير عامل عامله امبوسيبل تحب تقول لي انت تونسي ماني قاعد في امن ليه عملك برجوليه لازم نعطي كادو لمرتي امبوسيبل جعفر عامل عامله خرج مع السكرتير فقت بيها بحاجه سير كان ريل خرج مع السكرتير كان ريل يتقص قبل خرج مع السكرتير اي فوالا كان ريل سينو جعفر تعود نكملوا بقيه التدوينات فما حاجه بركة باش نكمل بها اللي اكثر تدوينات اللي دارت البارح ناحيه بطري القبه رجعها ترى تلقى عليها تصفيق عليها ولا احلى ولا احلى عندي سؤال ربي على ذكر ما تهديوش من غير سبب الاولاد نهديو فاصل فاصل بعد شوي سين جيم مع ريم تفضل رجعت وكل سبت في أوستا